كيف تكون ملاكا ابيض يبغى ضمير نص ضمير تنسف حركات الحريه وتنسف حركات التحرير. اهلا وسهلا فيكم كايروكي. غالبا اغانيكم بتحكي عن قضايا اجتماعيه، قضايا نحكي سياسيه. قد ايه بتحسوا من خلال اغانيكم عم بتساعدوا الناس بحل مشاكلها السياسيه او الاجتماعيه فيها؟ يعني الحقيقه احنا في الاغاني بتاعتنا بنعتبر نفسنا ناس وبنعبر عن نفسنا، يعني مش بنعبر عن حد او بنحاول نحل مشاكل حد او نعلم الناس حاجه يعني او كده. دايما في لما تطلعوا على المسرح دايما في اكثر لحظه او اكثر اداء مميز لكم، شو اللحظه اللي كانت ما بتنساها اللي كانت على المسرح؟ اللحظه اللي ما بننساهاش مستحيل تنسوها، دايما ببالكم احلى لحظه ممكن تكون. حاجات بتضحك. ايه زي شو؟ بيحصل لها مواقف كتير بتضحك. يا هواي لما الكهرب الكهرب مره. لا الموقف كان ان انا كهربت 3 مرات على الستيج. كهربت كهربة حلوة يعني، كهربة لذيذة جاية من العمود يعني، وبس في اخر كهربة بقى كانت الجيتار لقيته يعني حصل كده بلاك اوت، وبعدين لقيت الجيتار بيطير ورا تامر درامز، ف مش همشي وبتاع همشي وبتاع، بعدين ادم اقنعني بعد ما اسمعوا. لا تحكوا لي انه لما تكهرب انتوا قعدتوا تتفرجوا عليه او تضحكوا. انا كنت شارف ما كنتش تعرف؟ كنت شارف، لقيته نازل من الحفله مشي في وسط الاغنيه، خلصنا الاغنيه ونزلت قلت له مالك يا واري؟ قال لي كهربت 3 مرات. ايه؟ فقلت له يا واري ما انت عامل حاجات كتيره وكانت حفله صغيره على، قلت له شيل كل الكلام ده ووصل الامب. قال لي عندك حق، وروح طالع وكملنا. ولما تامر وقع برضه وقعت برضه مره شو صار؟ درامز وقعت، وقفت خالص بالاثناء الحفل في وسط الحفل ورا يعني. اوكي فبص ما لقيتش تامر، وبعدين لقيت ايد طلعت فهمت انه وقع. ده بجد والله. لا بس هاي المواقف حلوه كثير يعني ما بتنتسى، بالعكس هاي بتحط ذكرى كثير حلوه بيناتكم. بدي اسالكم كيف تتفقوا على كتابة أغانيكم وتأليفها؟ يعني هل ممكن يكون مثلا في شخص معارض مرات منكم، في شخص مؤيد، فكيف بتتم كتابة الأغاني؟ أنا بكتب الأغاني بس طبعا بنتكلم عننا يعني، وفي نفس الوقت عندنا يعني لو حد مش عاجبه أغنية ممكن أنا باخد رأيهم. لازم في الأغاني بيقول الكلام مش حلو فما بنعملهاش، يعني لازم كلنا نوافق على الأغنية. بيصير في تصويت بس مثلا الأغلبية أو لو في واحد مش عاجباه مش هتنزل؟ مش انه مثلا اذا 4 تمام وواحد لا فهي لا هي مش هتمشي يعني ما رح تنزل؟ لا لازم لو في واحد بس مش شايف الاغنية عامله مشكله مش هننزلها يعني. سواء نادرا ما بيحصل برضه ان احنا كلنا دايما بنتفق، احنا يعني عندنا كيمستري شويه. بيحصل زمان اكتر واحنا في البدايه. هلا الوضع تمام. الفكره كمان ان احنا يعني احنا بنشتغل بطريقه ان كل حد بيضيف على التاني، فالاعتراض اكتر ممكن يبقى على الفكره، يعني بمعنى مثلا ان انا ممكن مثلا اكون عامل سولو مثلا في الاغنيه ويبقى حلو قوي وعجبنا كلنا، بس هو مش بيفيد الاغنيه بالشكل اللي احنا عايزينه، فممكن ناخده ونحطه في اغنيه تانية وعمل حاجه تانية. فهو دايما النقاش اللي ما بيننا بيبقى اكتر في الفكره، وان احنا ازاي ان احنا نخلي الاغنيه دي ايه تناول الفكره. تناول الفكره ده الاعتراض، مش في الفيزيكال، في العقل اكتر يعني. على سيره الفكره، اخر البوم لكم او نحكي اخر اغنيه اللي هي تلك قضيه، شو الرساله اللي كنتوا بدكم توصلوها للناس من خلال هاي الاغنيه؟ يعني كلام الاغنيه واضح قوي في حته اللي احنا يعني بنحاول يعني عادة من واحنا صغيرين كنا نسمع اغاني عن القضية الفلسطينية دايما فيها صعبانيات وفيها حزن وبكا كده وبتاع، فاحنا كنا ضحية دايما كده، فحسيت الاغنية دي اكتر لما يجي الجيل الجديد كمان مثلا 10 سنين يسمعها هيفهم ان احنا يعني كأننا قطعنا شوط شوية في ان احنا فاهمين العالم ماشي ازاي، فاهمين ان هم ناس منافقة دبل ستاندردز، فاهمين ان هم بيبصوا اللي احنا كأن احنا بشر اقل منهم، في جزء يعني ليه علاقة بالناس بتبيع الحريات برا على ان هم ماسكين سكوك الحريات، ولكن هم في الاصل اوحش ناس في الحريات وانكشفوا قوي، فعايزين ننقل دي للجيل الجاي على طول بدل ما يبدأ الرحلة بتاعتنا من الاول، فيخش يعني
كده يعني. وفي نفس الوقت ده ما فكرتش فيه يعني اكتر، استنتجته بعد الاغنيه اكتر يعني. كيف تكون انسان هرات وانا قادت للاشتراطات كل كلام الاسواق وانتهد كل الشجرات بتقول على الدوام الحارس ده ما تجيش بالمنافس والمنطق نفس نفس دم اليوم كايروكي انتم حققتوا نجاح كثير كبير. طبعا القاعده الجماهيريه اللي عندكم هي بطلت بس نحكي على نطاق مصر، لا هي صارت بالوطن العربي ووصلت لاوروبا. فقد ايه بتحسوا اليوم حب الجمهور لكم انه انتم قدرتوا تخلوا الناس كقاعده جماهيريه كلها انها تحبكم وتاخذوا ثقتهم منكم؟ قد ايه حلو هذا الشيء وقد ايه هي كمان مسؤوليه؟ يمكن من زمان واحنا يعني حاجه بنبقى مبسوطين بيها قوي، لان احنا من نوع الناس اللي بنعبر عن نفسنا، كل واحد فينا يعني بنعبر عن نفسنا في الكلمات في الاغاني في كده. فكل ما الناس تبقى كونكتد لينا او تبقى متواصله معانا وتحس ده، كل ما الموضوع بيبقى بالنسبه لنا حلو يعني. يعني احنا مش بندور على ايه الناس عايزاه وهنعمله كده، على قد ما احنا بندور على ان احنا نعبر عن نفسنا والناس تقرب لنا هي يعني. فكل ما بيبقى عندنا قاعده جماهيريه ازيد وفي حتت مختلفه وكده، اعتقد كل ما او حتى الناس يعني اللي مش بيتكلموا عربي او كده، حتى بقى عشان بنعمل تورينج على طول في اوروبا وفي الميدل ايست وكده، حتى الناس بدا يبقى خدنا بالنا على مدار السنين الناس اللي مش عرب بقى يسمعونا حتى لو مش فاهمين الكلام بتاع الاغاني، بس بيحبوا المزيكا وبيوصل لهم الاحساس بتاع الاغنيه. هذا اهم شيء صراحه. فبقى الموضوع بيوصل للناس حتى لو مش فاهمين الكلام. في جزئيه ثانيه متعلقه بالموضوع ده، ان احنا لفت نظرنا حقيقي اخر سنه 3 سنين كده ان احنا بقينا في الوطن العربي كله يعني. احنا بنعمل الحفلات في السعوديه والمغرب زي مصر يعني، ناس عدد ناس كتير، وبقت الناس ما نعرفش نمشي في الشارع برضو زي مصر يعني. فجاه لقينا الوطن العربي كله بقى زي مصر. فهي حصلت لنا لهاي الشهره دي حاجه فرحتنا جدا، خصوصا الوطن العربي يعني. احنا مش بنغني باللغه الاجنبيه، او يعني مش بنهدف ان احنا نبقى معروفين في اوروبا او امريكا، او مش بنحاول نغني لهم اصلا يعني. قد ما احنا بنحاول نغني عن مجتمعنا يعني. احنا I'm very happy ان احنا from this side of the world، في الحته دي دلوقتي. حتى ما بنروح اوروبا جمهورنا عرب اكتر مش اجانب يعني. برضو هو موضوع كبير بصراحه يعني، بحس برضو مسؤوليه. لا وبحس الاجانب اللي في بلاد ساعات مش بيعتبروا العرب شركاء حقيقيين في الفن يعني، بيعتبروه حاجه اكزوتيك كده جايين يشوفوها، فكره السيرك مثلا او حاجه جديده او حاجه غريبه، بس مش بيعتبرك شريك حقيقي في الفن يعني، اللي هو احنا فنانين زي بعض. لا هو انت في العالم الثالث يعني، انت برافو عملت لنا جيت عندي، بس لا مش ده مش حقيقي خالص يعني. انت مثلا احنا في اغاني زي مثلا بقى في حاجه سيلف سنترد يعني، انت بتقدر تغني اغانيهم وهم ما يعرفش يغني اغانيك، ما يفهمش لغتك، ما يفهمش تفكيرك، ما يفهمش احاسيسك، ما يعرفش يعني. فبقت القصه ان هو هناك هو المركز. فانا نفسي شويه الفكره دي تتغير في مخ الناس، ان هو هناك مش المركز، ده مش حقيقي يعني. كيف نقدر نغيرها برايك انه نشتغل عليها؟ ان احنا نرجع شويه للروتس بتاعتنا ونعمل شغلنا اللي هو انا شايف اولريدي يعني. انا بشوف فنانين في مصر وفي الاردن حتى وفي كل حته بيكتبوا كلمات وبيعملوا الحان وبيألفوا اغاني احسن من بانز، من 80% او 90% من البانز اللي في اوروبا. كيف بتكون رده فعل الناس اللي بتسمع اغانيكم، مثل اغنيه تلك القضيه او الاغاني الاجتماعيه اللي انتم عم بتغنوها، قد ايه عم بتحقق بالناس؟ ما اعرفش قد ايه بالظبط، بس في الحفلات بتعرفي من الطاقه اللي الناس بتديها لك دي اكتر حاجه. احنا زي لما بنلعب لايف زي المسرحيه كده، الناس ما بتكدبش، فلما يحسوا باللي احنا بنقوله هي دي يعني. حضرتك سالتي قبل كده مثلا انا قاعد بفتكر ايه الحاجات اللحظات اللي بفتكرها، لما الناس كلها بتتفاعل معانا وتغني اغانينا، ده احساس يعني لازم افتكره ما ينفعش انساه. وبالذات اغنيه زي تلك قضيه بتبقى قويه قوي، احاسيس مش طبيعيه يعني. بصراحه ببقى على المسرح ببقى حاسس ان الموضوع في سحر يعني. ف اخيرا ايش محضرين لنا اشياء جديده؟ رحلاتكم الجاي؟ البوم بقى، شغالين على البوم دلوقتي، قربنا ونخلص ان شاء الله يعني قريبا، وافكار جديده بقى. تقدر تعطينا شيء منه ولا
إيش يعني أسماء غاني اسم مقطع صغير ولا صعب؟ ما عندناش أسماء لسه أو مش عايزين نحرقها يعني بس أوكي. عندنا فكرة مختلفة المرة دي إن إحنا هنعمل مزيكا شوية يعني مش كونسبشوال قوي يعني الأغاني متقطعة عن بعض مالهاش علاقة ببعض 100% مش زي الألبوم اللي فات يعني فبنجربها يعني نشوف ووجهاتكم وين حتكون جاية؟ الجاية أعتقد تونس؟ أمريكا تونس وأمريكا ولبنان تونس لبنان بعدين شوية أجازة كده بعدين نروح أمريكا بقى اللي هي تور سنوية كده أمريكا وكندا كندا وأمريكا موفقين شكراً كتير لك شكراً لك شكراً لك تطمع عشلك وتاتك وتوري الدنيا الجد